بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم النموذج رقم 2 من فروض المراقبة المستمرة المرحلة الرابعة المستوى السادس ابتدائي مادة النشاط العلمي. اللي باقي ما تفرجش في النماذج الأخرى اللي حطيت بالنسبة للمستويين الخامس والسادس، كاين لي ليان في الديسكريبسيون، يدخل ويتفرج بتمعن إن شاء الله غادي يفهم التمارين وغادي يفهم كاع دروس. مرحبا بكل متتبع جديد على نظام القناة ديالي، كنرحب بك وادعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. مرحبا كذلك بالمتتبعين الاوفياء اللي دائما مساندين القناة ودائما كيبارطاجيو ودائما كيكومونتيو، شكرا لكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. إذن هذا الفيديو غادي نديرو فيه كما قلت لكم مادة النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي النموذج رقم 2. كنا درنا النموذج رقم 1، اللي باقي ما تفرجش فيه كاين ليان في الديسكريبسيون، يدخل ليه ويتفرج مزيان. إذن عندي هنايا ثلاثة ولا أربعة ديال الأنشطة، ثلاثة ديال الأنشطة باللغة العربية ونشاط واحد باللغة الفرنسية. نبداو بالنشاط رقم 1. إذن النشاط رقم 1 هو كالتالي، عليه جوج ديال النقاط. سؤال: أتمم الجملة باستعمال العبارات التالية. إذن هذه الجملة هذه غادي نكملها بهذه العبارات هذه: جنسية، التوالد، البلوغ، فيزيولوجية. يصبح الإنسان قادرا على بعد مرحلة، وتتميز هذه المرحلة بتغيرات وكذا تظهر على الذكر والأنثى. إذن يصبح الإنسان قادرا على ماذا؟ قادرا على التوالد. قال قادرا على التوالد، قادرا على التوالد بعد مرحلة ماذا؟ بعد مرحلة البلوغ. بعد مرحلة البلوغ، بعد مرحلة البلوغ الإنسان كيصبح قادر على التوالد من بعد المرحلة ديال البلوغ. وهذه المرحلة تتميز هذه المرحلة بتغيرات ماذا؟ بتغيرات جنسية وفيزيولوجية، يعني من حيث كذلك من حيث الشكل، من حيث الصوت إلى غير ذلك، وفيزيولوجية. تظهر على الذكر والأنثى كذلك، يعني كتظهر على الذكر وكذلك كتظهر على الأنثى. إذا وكتصبح الجملة هي كالتالي: يصبح الإنسان قادرا على التوالد بعد مرحلة البلوغ، وتتميز هذه المرحلة بتغيرات جنسية وفيزيولوجية تظهر على الذكر والأنثى. مفهوم؟ ندوزو الآن النشاط الثاني، عليه ثلاثة ديال النقاط. السؤال الأول: أعطي تعريفا بسيطا للرافعة. غادي نعرفوا الرافعة، قانون الرافعات إلى غير ذلك. إذا الرافعة هي ماذا؟ هي آلة بسيطة تمكننا من ماذا؟ تمكننا من رفع الأجسام، كتمكننا من رفع الأجسام دون عناء كبير. إذن هذا هو التعريف ديال الرافعة، تعريف بسيط صافي مزيان. السؤال الثاني: ما هي العلاقة التي تعبر عن قانون الرافعة؟ إذن هذا الرافعة عندها قانون باش يحدث لنا واحد التوازن. شنو هي العلاقة اللي كتميزها؟ إذن واش هي ام ا في ام بي، يعني الكتلة ا في الكتلة بي كيساوي المسافة او ا مضروبة في المسافة او بي، ولا الكتلة ا مضروبة في المسافة او ا كتساوي الكتلة ب مضروبة في المسافة ب، ولا الكتلة أ مضروبة في المسافة أ كتساوي الكتلة ب مضروبة في الكتلة ب؟ إذن الإجابة الصحيحة وقانون الرافعة هو في العلاقة الثانية، يطبق في العلاقة الثانية. إذن هي آلة بسيطة تمكننا من رفع الأجسام دون عناء كبير، وذلك وفق القانون التالي: الكتلة أ مضروبة في المسافة أو أ كتساوي الكتلة ب مضروبة في المسافة أب. فهم؟ ندوزو الآن النشاط رقم 3، أجب بصحيح أو خطأ. غادي نجاوبو بصحيح أو خطأ. هنا عندي ربعة ديال العبارات، إذا كانت العبارة صحيحة سأكتب صحيح، وإذا كانت العبارة خاطئة سأكتب خطأ. العبارة الأولى: ينصح باستعمال مصابيح من نوع LED لأنها أقل استهلاكا للطاقة الكهربائية. إذا كتلقى كل واحد كينصح بهاد المصابيح، يعني ديك البولات اللي هما بيضين للضوء ديالهم بيض، لانها كتستهلك اقل نسبه من الطاقه الكهربائيه. واش صحيح؟ نعم صحيح صحيح، وشفناها في الدرس. اذا هذا النوع هذا ليد كيستهلك واحد النسبه ديال الطاقه صغيره مقارنه بداك البوالي اللي هما اللون ديالهم اصفر. العباره الثانيه: مكان الاخصاب هو قناه المبيض. مكان الاخصاب هو قناه المبيض، وصحيح. نعم صحيح، عباره صحيحه. اذا الاخصاب كيتم
في القناة المبيضية. العبارة الثالثة: تتكون أعضاء الجنين كاملة في نهاية الشهر الثاني. إذا هذه عبارة خاطئة، الجنين كتكمل الأعضاء ديالو في نهاية الشهر الخامس، صافي؟ يعني في النهاية ديال الشهر الخامس كيكونوا الأعضاء ديالو مكتمل. العبارة الأخيرة: كل جهاز كهربائي يستهلك طاقة كهربائية تقاس بالواط. كل جهاز كهربائي كيستهلك واحد الطاقة كهربائية اللي كتقاس ماشي بالواط ولكن بالواط ساعة، أولا بالكيلو وات ساعة، صافي؟ ماشي غير بالواط بوحدو، دونك الواط ساعة أولا الكيلو وات ساعة، يعني الواط بدلالة الساعة. إذا هذه عبارة خاطئة، إذا خطأ. C'est bien. ندوزو الآن لآخر كيسيون اللي هو لاكتيفيتي 4 اون فرونسي. كلاس لي فراز سويفونت باغ اوردر كرونولوجيك دو 1 ا 5. دونك غادي هنايا غادي نكتب من واحد حتى لخمسة، غنرتب هاد المراحل، هادو المراحل ديال التوالد أو المراحل ديال تطور الجنين. مزيان، إذا عندي هنايا العبارة أ: رونكونتر دو لوفول اي دي سبرماتوزويد، يعني التقاء البويضة مع الحيوانات المنوية. ب: لومبلونتاسيون دو لومبريون دون لا باغوا اوتورين، دونك الالتقاء ديال الجنين مع ايش؟ مع داك الجدار ديال الرحم، جدار ديال الرحم، هاد لومبريون كيمشي لجدار الرحم، صافي؟ سي فيزيون دو لوفول اي دو سبرماتوزويد، يعني الاتحاد أو التحام ديال البويضة مع الحيوان المنوي. اها. دي: production des cellules sexuelles، يعني انتاج الخلايا الجنسيه، يعني لوفول البويضه زائد الحيوانات المنويه par deux partenaires، يعني جوج مع جوج، انتاج البويضه مع الحيوان المنوي، بويضه مع الحيوان المنوي كينتج لنا خلايا جنسيه. ها. لومبريون سو ديفلوب اي دوفيان فوتوس، هاد لومبريون يعني هاد الجنين الصغير كيكبر وكيديفلوبا كيولي لنا جنين كبير اللي هو الحمل، صافي؟ إذا غادي نحاول نرتب هاد الأحداث من واحد إلى خمسة، صافي؟ إذا الحدث الأول اللي غادي يكون الأول هي لا برودكسيون دي سيلول سيكسويل، داكوغ، برودكسيون دي سيلول سيكسويل، يعني إنتاج الخلايا الجنسية، صافي؟ دونك واحد، صافي؟ ثانيا وهي الاولى، يعني رونكونتر، يعني ملي كتلاقى لوفول بويضه مع لي سبرماتوزويد. ثالثا هي لامبلونطاسيون دو لومبريون، ديك لومبريون كيمشي داك الباغوا ديال لوتيران، يعني الباغوا او بيان الجدار ديال الرحم. اها. ثالثا. رابعا هي الفيزيون، يعني اتحاد البويضه مع الحيوان المنوي. وخامسا اخيرا هي لومبريون سو ديفلوب، صافي، لومبريون سو ديفلوب. وبيان هنا راه هذه ثلاثه وهذه أربعة، صافي، هذه ثلاثة وهذه أربعة، لأن هنا أنتي فيزيون كيتحد البويضة مع الحيوان المنوي، عاد كيعطينا هاد لومبغيون، هاد لومبغيون كيمشي لجدار الرحم ومن بعد كيولي لنا فوتوس، صافي. دونك وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم. حظا موفق للجميع في الفروض المقبله. كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا معايا في قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. زيدوا دعموا القناه بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.